أنا قرايبين كتير قاموا بهي الرحلة وطلعوا بالبحر، كتير أشخاص بعرفهم. رحلتي كانت أنا بسيطة كتير قدام هاي الرحلة اللي هن عم يطلعوها، يعني رحلتي كانت على الأرض. أنا اسمي حسام رستم، أنا من سوريا حمص. قدرنا نطلع عبر الصحراء على الأردن. رحلتنا استمرت 3 أيام. طلعنا من حمص على ضيعة قريبة كثير على الأردن، لأنه نحن طلعنا تهريب بشكل غير شرعي. نحن قاعدين بوضع بالأردن إنه ممنوع نشتغل، ممنوع نروح على أي مكان. بالأخص أنا فت على مخيم وطلعت كمان بالزعتر، فأخذونا على مخيم ثاني اسمه مخيم الأزرق. المفوضية ساعدتنا كثير بالنسبة لي، لأن قلت لك مخيم الأزرق كان من الصعب جدا إني أطلع مخيم الأزرق وسافر، بس المفوضية بعثت لي شخص ساعدني كثير بالإجراءات اللي جوا. واجهنا تحديات كثيرة أول ما إجينا، بالأخص أول ما وصلت تحديات. خلينا نقول أول تحدي كان بالنسبة لي الخوف من المجهول. واجهنا انتقادات كثيرة وسمعنا حكي كثير من الشارع، بس نحن حكينا قبلها لأنه نحن شعب مسالم، نحن مانا داعش، نحن أشخاص هربنا من داعش وهربنا من القتل ومن العنف. سادة لك كل سوري بيطلع برات البلد، بقول له بس اعطيه انطباع كثير حلو عن بلدك، لا تعطي انطباع ابدا انه احنا لاجئين ونعتمد على المساعدات ونعتمد على المصاري اللي عم تجينا من برا، لا بالعكس، احنا الشعب كثير بحب يشتغل، اثبتنا حالنا بكل المجالات وبكل الدول.